يا مهم ما عطاونيش الفيزا يا اخو، وانت تقول لي درت لك دوسي شباب وكاع، ما ديت والو، عطاوني ورقه سفرة يا اخو. وعليكم السلام ورحمه الله. يا مهم كوبي كوبي تشوف يا حبيبنا يا حبيبنا. السلام عليكم. وعليكم السلام يا اخو. ماشي خالد هذاك تاع مباصة تاع امريكان اللي دار لي فيديو تاع بني وانو؟ وي واش كاين غير الخير ان شاء الله؟ واش من خير يا اخو؟ راك تشوف فيها ما عطاونيش فيزا اليوم يا اخو. يا خالد يا اخو ما سقسوني والو بصح يا اخو. عمر خلص زوج ملايين تاع رونديفو، عمر فورميلا بيناتنا برك زعما ما سقسوك والو والو. يا بالحقيقه سقسوني يا اخو باش الواحد ما يكذب. صح يا اخو قلت لهم دوسي شباب تميتكم على روزو. شوف رحنا نحكي لك علاش رفضوا لك الفيزا. اصبر يا اخو حتفهمني زعما على السبه يا خويا زهري ونعار. هما كاين زوج، كاين واحد من اسمهم هكا زابوتشو وكاين واحد يتهملي عاقل. انا زهري طيحني في هذاك اللي زابوتشو الواحد، هذه هي الحكايه وما فيها. لا 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 ركز معايا. اصبر اصبر حتحكي لي على بابراس وورقات خاص. جبت لهم الدوسي هكا 300 صفحه وجبت لي انفيتاسيون تاع صاحبي من مالك. لا ما عندنا واش نديروا لازم في تحسيرو وثائق اخرى من هذا النوع. ها؟ لا هذا ما عندوش علاقه. بصح انت ما قلتليش علاش كنت رايح الامريكان؟ هذا جوج 15 يوم تاعي في نيويورك هذا ما كان. لا لا قول لي تاع صح. صح صح بيناتنا. نكمل حياتي. كان فيها خدمه مسافه ونكمل حياتي في الماضي. ما تسمى كنت تحرق الفيزا. تقدر تقول. هذه هي السبة اللي خلت القنصل ما يعطيكش الفيزا. وسوق يكون شك اللي كنت معول تبدا تختم وتحجر، وهذه فيزا سياحية غير المهاجر. كيف الحل؟ إذا راك حاب دير الهجرة ما كان لا تطلب الفيزا السياحية وكل مرة تضيع 160 دولار. بصح تقدر تسجل في القرعة في شهر أكتوبر يكون باطل ما دام عندك الباك. وهذه كيف حكايتها؟ إذا فيزا سياحية بزوج ملايين تخلص 10 فيش الماركي. لا 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 ما كانت منها باطل. ها؟ باطل التسجيل. هاي بس